أيضا معنا سؤال صوتي من مصر، الأستاذ محمود كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. كيف نتعامل مع المربين السلبيين الذين يقومون بهدم القيم التي تبنى من قبل الوالدين، والذين متفهمين للتربية ويحاولون زرع وغرس القيم في أولادهم، لكن هناك مربون سلبيون سواء كان في الشارع أو في المدرسة أو مع الأقارب أو مع في أي فئات مختلفة، يقومون بهدم هذه القيم سواء كان بالهدم بالقدوة، والأطفال مثلا يشوفوا هدم هذه القيمة قدامهم بصورة متكررة، أو الهدم عن طريق الكلام والحوار أو عن طريق الألفاظ أو كده. فكيف يكون التعامل مع هدم هذه القيم؟ طيب يعني شكرا أنت جزيلا لك، بتبني وغيرك بيهدم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود كمال من مصر. إذا كيف نتعامل مع السلبيين؟ يعني هذا سؤال بحلقة كاملة، نعم. لكن لنا في آخر الحلقة. فحقيقة القضية حساسة. أولا أنا أوجه رسالتين. الرسالة الأولى لمن هو برز أمام الناس ويمكن أن يهدم قيمة بشكل أو بآخر. من برز أمام الناس سواء كان من المشاهير أو من المربين، إذا ظهر أمام الناس فسيتحمل كل شيء يصدر عنه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالكلمة مسؤول عنها، التحرك مسؤول عنه، اللبس، الطريقة إلى آخره، كل من ظهر أمام الناس سيتحمل المسؤولية. فبالتالي هذه رسالة لهؤلاء على أن يتذكروا بأن القضية حساسة. أما بالنسبة للآباء والأمهات باختصار شديد، المزاحمة المزاحمة المزاحمة. أنا عندما أهدم صورة السلبي من خلال توضيح أدواره السلبية وأبني أمامه صورة الإيجابي، هنا يمكن أن يحصل نوع من التوازن. التواجد بقربهم حتى أعرف ماذا يفعلون ومن يتابعون وكيف يتعاملون، حتى أبين لهم الصواب من الخطأ. ثم قبل هذا وذاك الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يحميهم وأن يكون الإنسان قدوة بالفعل لهم في التطبيق. نعم.